بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوقف عن إكمال فواتح سورة نون والقلم، نكمل إن شاء الله في درس قادم، لأنه بدنا نعطي ملاحظات على الشيء اللي الناس بيشغل بالها، ما يسمى بصفقة القرن. نعطي ملاحظات. أولا، هي دائما الصفقة بتكون بين اثنين. أنا شايف الجماعة صفقوها مع بعضهم بس لحالهم، يعني حتى هاي في المفهوم إنها صفقة مش صحيح. وين الطرف الثاني؟ وين الطرف الثاني اللي بدك تصفق معاه؟ ثم قديش إلهم بتكلموا في الموضوع؟ طبعا أول من تكلم بهذا المصطلح هو السيسي على فكرة في 2017، هي معناته في عندك 3 سنين. طيب شمعنا يعني في الوقت هذا تم الإعلان عن مثل هذا الكلام في الوقت هذا؟ إذا بتلاحظوا سواء كان ترامب أو نتنياهو، هذول الاثنين معرضين يدخلوا السجن، خصوصا إذا ترامب، إذا نتنياهو ما نجح في الانتخابات على السجن فورا قضية محاكمته. والآن في محاولات طبعا بالنسبة لترامب. شوف، اثنين مأزومين، واثنين واقعين في مشكلة، واثنين متهمين بالفساد. يعني مش قضية ناس مبدئيين، لا، هذول بيبيعوا بيشتروا. أصلا تسمية الصفقة هذا من هذا قضية بيع وشراء، يعني بيع وشراء. فيش مبادئ، فيش قيم، فهذول مستعدين يبيعوا ويشتروا. فهم اثنين، وبعدين على فكرة بتقدروا تلحقوا فيهم السيسي، لأنه برضو هذا مأزوم الآن، مأزوم في مصر، وضعه يعني بيخاف، هو خايف هو الثاني. فاجتمع هذول الاثنين وصفقوا مع بعضهم، والطرف الثاني مش موجود، وبيعملوا طبعا هالإعلام والتفاصيل، وما هم ياما لهم 3 سنين بيتكلموا أكثر. وبالتالي الناس استنت شو بدها تكون هالصفقة. فزي ما قالوا، تمخض الجمل، مش هيك؟ هو الجمل مش هو اللي بتمخض الناقة، المهم تمخض الجمل فولد فأرا، ولد ما يسمى بإيش؟ إنه صفقة ولدت ميتة. طب هم يبدو المسألة بدهم كأنهم يسلكوا، هم اثنين على فكرة، كأنهم بدهم يسلكوا وضعهم هم. يعني الآن نتنياهو إنه بيرجع للشعب الإسرائيلي، وجاء لعله ينجح، وهو همه كله همه إيش؟ إنه ما يروح السجن، ما يروح السجن. وهذاك جانتس طبعا بيقدرش إلا يروح معاه، بس فاهمين على بعضهم هم. وبالتالي حتى الإسرائيليين بيأخذوا بيعطوا قاعدين في الموضوع، وكثير منهم قال هذا كلام من قصدي من المفكرين فيهم، هذا كلام. ممكن هو متمحور إذن هم الطرفين، سواء كان نتنياهو أو ترامب، في موضوعهم الشخصي وكيف يتقدموا، خصوصا إنه ترامب يعني بده يأخذ تأييد مين؟ بده يأخذ تأييد الصهاينة في الولايات المتحدة. إيش يعني صهاينة؟
ما هو دير بالكم الصهيونية المسيحية متطرفة أكثر من الصهيونية اليهودية في هذا الباب. الصهيونية المسيحية وما يسمى بالمجددين البروتستانت المجددين هذول بجزء صاروا أكثر من 60-70 مليون. تمام. وعندك اليهود وأمشك والمتنفذين، فهو يعني كأنه بده يحشد التأييد، فقاموا بهالفرقعة هاي هالفرقعة. وإذا كاينين أنتوا بتحكوا سنين طويلة في الموضوع مشان هذا الكلام اللي هو أصلا حتى الناس صارت تقول طب هذول لا يكون قصدهم إنه يطرحوا إشي ما حدا بيوافق عليه، يعني هم يعني عملوا شغلة ما حدا يوافق عليها. وقبل ما يوصل نتنياهو إسرائيل زي ما بيقولوا بسموها إسرائيل، قبل ما يوصل صار ترامب تراجع عن بعض الشغلات، قال لهم موضوع ضم الأغوار أخروا لبعد الانتخابات، هيك قال. ما لحقتش تقول صرت بتتراجع من أول يوم، فهموني ها. قال نتنياهو طبعا بده يلتزم، انه قال له استنى بعد الانتخابات. طب هو اللي بينجح بعد الانتخابات ما حدا داري، مش هيك؟ وايش القصة وبعد الانتخابات شو يعني؟ وبعض الفلسطينيين بقول انه هذه عرضت علينا نفس الكلام هذا في 2012 معروضة نفسها الكلام. وطبعا ما هي معروضة ايش يعني؟ ما هو ممكن يعرضوا عليك الشيء اللي ايش، ما هو اللي بده، مش كانوا زمان حتى الناس يقولوا اللي بدوش يجوز بنته شو بعمل؟ بغلي ماهرها. تمام. وهذا انك تيجي بالاشي التافه بهذه الطريقة اللي ما يمكن لأحد يقبله، معناته انت حتى الناس صاروا يشكوا يقولوا هذول يبدو قصدهم ما يتمش الموافقة. طب شو قصدهم الآن؟ احنا بصيروا يحللوا الناس. تمام. ولا هم لا يكون بظنوا انه يعني انه الامور استوت الآن وانه الشعوب اللي ثارت ما حققتش، وانه الجواسيس اللي على العروش في العالم العربي الآن ضعفاء امام شعوبهم، فبالتالي بدهم يرتكزوا لشيء، فمستعدين يعطوا كل شيء للغرب من اجل ان يبقوا على عروشهم. ما انتوا شفتوهم شو هم اللي ومين جابوا شو قال يعني يشهد على الصفقة؟ جابوا سفراء. طب ليش يعني سفراء؟ يعني ما كان مثلا وزير خارجية اذا كانوا لابد، ليش هالحياة هذا سفراء؟ يعني شو هالإيش التافه كله؟ شو هالمسرحية؟ ايش المسرحية هاي؟ وانتوا يعني انتوا بدكم الناس ترفضها كأنه هيك بدكم، وجايبين لي كم سفير يعني شاهد ايش؟ وهو الناس ليش في العالم كله ما بتفهمش هي؟ العالم والمحللين والسياسيين في العالم بفهموش، فصاروا الناس مدركين ايش هذا الرئيس. على فكرة في ناس حتى في داخل الولايات المتحدة من الخبراء بيشككوا في قدراته العقلية لترامب وحالته النفسية، وبقول لك هذا خطر الرجل. ومن اول ما وصل اذا بتلاحظوا طريقة تصرفاته وبدوا يشتغلوا لإسقاطه. ولكن الحزب الجمهوري ما هي صارت هاي قضية، هذا بيدلك على انه هذه الرؤوس العفنة بهمها بالدرجة الأولى مصالحها مش مصالح شعوبها، وهذا من علامات الانهيار ومن علامات زوال هذه القوى. أصلا هي هذه القوى ما بنيت إلا على أيدي أناس مبدئيين بيخلصوا لشعوبهم وفعلا قصدهم. لكن لاحظوا الآن في إسرائيل مين رئيس عندكم؟ رئيس وزراء ورئيس دولة مسجونين، فساد وتحرش وكذا، وهي هذا كمان ويا ما قبله بدوا يفسدوا. هذا ما حصل في الزعماء اللي بنوا. وحتى الشعب على فكرة اللي بيعرف الشعب الإسرائيلي الآن شعب يعني هذا ما ممكن يكون مقاتل ولا يكون قادر أصلا على دفع أي هجوم في المستقبل، مش مثل آبائه، مختلف الأمر. طيب وبعدين هم في أزمة قضية العدد السكان هذا والناس اللي قاعدة، لأنه كل ما صار في إشكالات كل ما ناس منهم إيش تركوا وراحوا لبلاد ثانية ومعهم جنسيات، مش قضية. ولذلك الهجرة المضادة صارت تغلب. المشكلة إنه
زي ما قالوا بعض الناس قال الطلق اللي ما بصيب شو بعمل؟ بدوش. الطلق اللي ما بصيب بدوش. فالناس بتندوش، أنا فاهم بندوشوا. وهذا تلاعب، وياما مبادرات وسقطت، ياما عروضات وما زبطتش، ياما ضغوطات وما زبطتش. وأهم موقف هو موقف أولا الشعب الفلسطيني، هذا أول ما بيرفض انتهى الموضوع. ومعاكم ديروا بالكم الشعوب الإسلامية بغض النظر شو بيحاولوا الإعلام، وهو الإعلام له دور، دير بالكم بيشتغل نفس علم نفس، الإعلام بيشتغل علم نفس. الشعوب بشكل كاسح هي مع قضية فلسطين ومخدتها عقيدة. وانسوا لما بيجيبوا بعض التافهين وتصريح من هون وتصريح من هون، هذا كلام. انت العبرة بايش؟ شعوب، الشعوب، الشعوب. انت اذا الشعب الفلسطيني مش صحيح لوحده، الشعوب الاسلامية كلها معه، كلها. والحكام هذول الان ممكن بصيروا حساسين اتجاه انه في اي لحظة هذه الشعوب بتصور، لانه صار في مقدمات وشفنا، وفي الوقت اللي بتصوروا انها نامت ما بتقوم، فبصيروا يحسبوا الان حساب. وثم العالم نفسه على فكرة بتقول لي طب شو علاقتك انت بشعوب العالم الان؟ لا، ما هو انت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بده يغزو قبيلة يعمل اتفاقيات مع القبائل اللي في الطريق. وبعدين انت اليوم مش انت اللي بتملك القوة، وحتى لو كنت اقوى دولة في العالم انت بتحاجة انك تكسب قدر امكان الناس، الناس لصالحك. انت مش عايش في العالم لوحدك، ومش انت يعني ايدك حرة وعندك قوة مختلفة وتضارب مصالح وإلى آخره. والشعوب على فكرة بدأت، وهذه أكبر الفضائح اللي راح تجعل الناس في العالم على قناعة إنه إيش إسرائيل هاي وليش أوجدتوها أنتو. إذا قبل هيك، وأنا الآن بدي أذكركم ورد أعيد، إسرائيل الآن في وضع حرج. والإشكال إنه هالإخراج هذا اللي قاموا فيه المسرحية هو يقصد فيه ضرب المعنويات والتيئيس، حتى لو بدهم مش يطبقوا هاي وعارفين انها بتطبقش، ولو انه يعني لو بنخوض مفاوضات على ضوء هذا الكلام، يعني شو ما تنازلنا بكون مستفيدين. يعني ممكن هذا بلون ولكن مش هو المقصود. المقصود انه يضرب معنوياتك، وبكرة ايش انت بتقول ايه بيصير اي انجازات في المستقبل. اذا بده يصير مفاوضات بصير الناس يقول لك الحمد لله. لا يا اخوي، مش انت اللي في الازمة، اللي اسرائيل والصهيونية اللي في ازمة مش انت. اللي ما بدرس شو هم بيعرفش. بدي اكرر كلام قلته سابقا مشان يجي كله مع بعضه. اولا، في اخر 2003 الاتحاد الأوروبي، لاحظوا الاتحاد الأوروبي يعني سياسة دول، عملوا دراسات إحصائية كان من ضمنها سؤال: مين أخطر دولة بمنظارك على العالم، على أمن العالم؟ دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 65% بالمجمل قالوا إسرائيل. شعوب، شعوب. شو يعني 65%؟ لأنه في بعض الدول الأوروبية شعبها 85% قال إسرائيل. لما تيجي تعمل المتوسط 65% قالوا شعوب. شعوب دول الاتحاد الأوروبي بتقول إسرائيل هي أخطر. طب وهالقيت شو بقولوا هالقيت بعد مضي هالسنين هاي؟ شو بقولوا؟ وأمام هذه الوقاحة، وأمام هذه الوقاحة والطريقة اللي صارت، شو راح يقولوا الشعوب؟ انتوا بتحسبوا الناس يعني؟ لا، اليوم الشعوب واعية وعارفة انه حتى الحكومات اللي بتحكمها والاحزاب كذا تلعب فيها، بيعرفوا، صاروا بيعرفوا وبثور. ما تشوفتوا الفرنسيين وانت قبل اشهر وثورتهم في داخل باريس وغيرها وغيره. طيب، هذا اخر 2003. في 2004 دراسة برضو احصائية في، بس هون انتبهوا لي لقضية انه يا اتحاد يا اوروبي، انتوا السياسة العليا هاي
انتوا ليش بتعملوا هاي الدراسة؟ انتوا بتعملوا هاي الدراسة يعني مشان تشوفوا شو موقف الشعوب؟ طيب وهو لو كان صحيح هذا الكلام كان بضبوا الدراسة واخذوا المطلوب مش هم المسؤولين، ليش بتعلنوها؟ اذا هذه رسالة لاسرائيل، فهموها، هذه رسالة لاسرائيل. ولا انا بعمل، انا بدي اشوف يعني ايش رأي الشعوب، انا المسؤول وبعمل دراساتي الخاصة فيه، بعلنها وبعلنها ليش؟ بعلنها ليش؟ معناته اللي بيتحكم في الاتحاد الاوروبي بده يبعث رسالة لاسرائيل انه ديروا بالكم انتم بمنظار شعوبنا اكثر دولة خطر على امن العالم. في 2004 في بريطانيا برضو دراسة احصائية، مين كان من ضمن الاسئلة، مين ابشع دولة بمنظارك، يعني صورتها ابشع صورة بمنظارك يا شعب يا بريطاني. اسرائيل اخذت الاولى، ملكة الجمال، جمال البشاعة يعني، تمام. اسرائيل اخذت الاولى. برضو السؤال، بتعملتوا الاحصائية الدراسة هاي بتنشروها ليش؟ بتنشروها ليش؟ قلنا لكم برضو في درس من الدروس في حينها لما كان نتنياهو في زيارة بريطانيا، عفوا جالس مع زيارة بريطانيا جاي لقيت، لما كان جالس مع رئيس دولة رئيس وزراء دولة من دول الاتحاد الأوروبي وكان قدامهم الميكروفون اللي بودي على الصحفيين، ولكن ناسين هم انه الميكروفون ايش مسكر، واذا به شو اللي بيحكي نتنياهو للرئيس الاوروبي هذا، بقول له ليش اوروبا بتعادينا، بيشكي من معاداة اوروبا. اذا في الناس مش فاهمة، هم بيحاولوا يضربوا معنوياتكم ويوروكم انه انتو العرب بعتكم وانه العالم دار ظهره وانه انتو لوحدكم وفيش معكم مجال، هذا كلام هذا كلام هذا كلام. اسرائيل اللي في حرج. طيب وايش وانتو شفتوه في اليوتيوب لحد الان، نتنياهو بزور بريطانيا، بنزل من السيارة بأشر كنه لبعض اليهود اللي بدهم ما جابوهم مش في التصوير اللي جايين يستقبلوه، وراء باب ما فيش حدا مستقبله، انفتح الباب دخل ما شفناش مين اللي استقبله، رئيس وزراء بيستقبل بهالطريقة، شو يعني؟ طيب وايش كمان؟ وانتو شفتوا الان الاتجاهات القوية صارت في الجامعات الامريكية، في الجامعات الامريكية اتجاهات قوية جدا ضد اسرائيل، اليهود اللي في امريكا الان صارت قطاعات منهم بتقول لك واحنا ما لناش علاقة بهالدولة. شفت برنامج واحدة يهودية دكتورة، يبدو دكتورة مش انه طبيبة، بتقول انا، شوف امريكية بتقول انا اليوم اذا بدي اقدم وظيفة في الولايات المتحدة، ديروا بالكم اذا بدي اقدم وظيفة لوظيفة بقولش اني يهودية لاني بخاف ما يوظفونيش. شو؟ والله احنا مش عارفين هالمعرفة، مش عارفين هالمعرفة احنا. طيب والمثقفين في الجامعات، ما هو دائما اصلا المثقفين هم قادة المجتمع في النهاية، يعني اللي ممكن يأثروا. صاروا كل ما انت شفتوا اللي الاسرائيلي اللي لما شافوه بده يلقي فيهم طلعوا من القاعة قبل اسابيع او اكثر شوي، مش هيك؟ في الولايات المتحدة هذا الكلام، في اتجاهات قوية الان وشوي شوي بتتكبر قاعدة. وطيب ومثل هذه الفضايح برضو بتجعلهم في مأزق. نتنياهو شو بهمه؟ نتنياهو بده بس ما ينسجنش، امامه شبح السجن، ما هي في قبله رئيس وزراء ورئيس دولة موجودين في السجن، تمام، عارف حاله رايح السجن، الا انه ينجح في الانتخابات القادمة مشان يطلع قانون انه هو رئيس وزراء محصن، هذا كل همه. ببيع اسرائيل وببيع، ما هو بايع ولا هو ليش يعني، شو يعني فساد؟ اذا كان هذا الرجل هو ومرته سارة، قال بقوله الصفقة، اذا كان هو ومرته كاينين، افهموها، كاينين يجمعوا الملابس المتوسخة، يجمعوها بعدين لما تيجي صفرة على حساب الدولة
الشنتات اللي فيها الملابس القذرة بأخذوها معهم وبتنغسل على الدولة اللي رايحين لها باسم، ومين اللي بدفع؟ فهمتوا مع مين بنتعامل؟ إذا رئيس الدولة افهموها حتى تطمئنوا، حتى تطمئنوا اعرفوا مين اللي برأس عدوكم، اعرفوا مين اللي الله ابتلاهم فيهم. بوخ تصوروا بحوشوا بحوشوا الغسيل الا خربتك يا ساره، هو انت يعني بلاش انت تغسلي، طب ما اليوم ما في عندك يعني ممكن تجيبي اللي يغسل مش هيك؟ تصوروا بيجمعوا الملابس الوسخه ها مشان لما تصير سفره على حساب الدوله وين بروحوا بيغسلوها على حساب الدوله. فهمتوا مع مين تتعاملوا؟ كيف لما يفاوضك هذا يفهمها، كيف لما يفاوضك هذا في مسألة وهو همه انه انا وانه الشعب الاسرائيلي ينتخبني وانه ما يحبسنيش، وانه هذول هم على فكرة هذول هم، وهذا مؤشر ايجابي، هذا لما يوصل فسادهم الى هذه الدرجة. خذوا هذا المثال بس، هذه قضية غسل هذا بالخيال، ولا يمكن في حدا يتخيل انهم يشتغلوا على الشغل غسيل غسيل. شو بده يكلفكم الغسيل؟ شو بده يكلفوا الغسيل لما يغسلوا في الدار؟ كنه نتنياهو اللي بيغسل على فكرة، مش لانه سارة قوية واضح، سارة قوية واضح، فنتنياهو قال لك شو بدي اعمل انا ودرته هاي سارة ودرته. المهم قالوا يعني زعماء، قال قاد الدول مكان تحت الشمس، هذا كتابه قال. يعني خبيتك بدك مكان تحت الشمس؟ ما هي اليوم كلها الغسالات هاي فيها بتنشف لحالها، بدها الشمس. فهون شو كمان؟ كمان نذكركم بأبوهم كيسنجر اليهودي اللي هو ثعلب السياسي في القرن العشرين، اللي كان وزير خارجية في السبعينات أيام نيكسون، وزير خارجية وثعلب ومؤيد لإسرائيل على طول الخط، تمام. هذا شو قال في 2012؟ وهذا لا يقول بتحليل، هو كانت عمره في التسعين على فكرة، هو ما حي يرزق لحد الآن، عمره في التسعين، دخل في التسعين. شو قال؟ قال 2012 اللي قلناها وكررناها كثير وموجود لحد اليوم تعبيراته بالانجليزي موجودة في الانترنت، قال للصحفية الامريكية بعد 10 سنين فيش اسرائيل، بعد 10 سنين فيش اسرائيل، قال لها بعيد بعيد بعد 10 سنين فيش اسرائيل. هذا اكبر مؤيد لاسرائيل ويهودي وثعلب السياسة الامريكية في القرن العشرين، وزير خارجية في السبعينات عم بقول هالكلام. هذا معلومات. شو يعني معلومات؟ معلومات انهم اكتشفوا انه اسرائيل كان وجودها لوظيفة معينة والاخيرة، وباكتشفوا في النهاية. وانا ضربت لكم مثال كالتالي، واحد بروح بيشتري كلب مشان يحرسه بالليل، اجا اكتشف هذا صاحب الدار انه في ناس بدها تسرق الكلب، فصار صاحب الدار يسهر مشان يحرس الكلب. هذول الغربيين قالوا لك جبناها جبناها مشان صارت هاي بدها احنا نظل شو شو شو. وكيسنجر عارف هالكلام، كيسنجر عارف هالكلام، تمام. صاروا بدهم حيره، ما هم جربوهم في حروب، جربوهم في حروب. ايش هم وين تبدوا اصلا الاموال الامريكية وغيرها؟ بعد 67، بعد حرب 67 اكتشفوا انه بقدر نعتمد عليها هاي في 67، وهم طيب ممتاز. بعدين تطورت الامور، تطورت هذول اثريتهم، اثريتهم حتى في حربهم على غزة، تصوروا في تلة هيك، يبقى هي غزة ساقطة عسكريا اصلا. شو هالدولة هاي اللي احنا اوجدناها
وهاي شفناها بحروب، شو هذا؟ وبعدين العالم عم بتغير. شو يعني بتغير؟ يعني الغرب اللي يغلب عليه الشيخوخة الآن، واللي بحاجة لهجرات وتفاصيل مشان يظل موجود، واليوم إذا بتلاحظوا ما عدوش يقاتلوا، هم بيقاتلوا عن طريق جواسيسهم في كل بلد. هم ممكن بالتكنولوجيا يعاونوا وتفاصيل وفي الجو، على الأرض، على الأرض ما هم أكلوا هوا في العراق. الأمريكان الثمن اللي دفعوه على الأرض إشي خيالي، هربوا هروب، بعدين صاروا عن طريق الجواسيس، عن طريق الجواسيس بقتل. هم ما عادوش قادرين، وأمريكا على فكرة بتنكمش، وهذا مفهوم، وبتحاول روسيا ما يسمى قال تملأ الفراغ. وليش فراغ؟ ليش؟ لأنه على العروش كما قلت، الجواسيس هذول اللي مستعدين يستخدموا الاستعمار مشان يقتلوا الشعوب، وهذول مستعدين يبيعوا فلسطين وغير فلسطين. إذا بيقتلوا الملايين بدهم مش يعني من شعوبهم، بدهم مش يعني يبيعوا فلسطين. فهو كأنه تصور يعني نتنياهو وشو اسمه هذا ترامب، المهم على فكرة متحدثين مع بعضهم تحت لتحت، بس ما قدر حدا فيهم يظهر في الصورة أكثر من هالثلاثة هذولا سفرة قاعدين، سفرة قاعدوهم، واحدة منهم بنت كأنه سفرة، قالوا لهم روحوا قعدوا. طيب بس سفير ليش؟ يعني معناته هي بدلك المسألة مسرحية، فضيحة هي أصلا. تمام؟ طيب هو وشو كمان دققوا، قادة عسكريين إسرائيليين تصريحات مطولة إنه الجيش الإسرائيلي يعني أمره مش تمام ولا يمكن إصلاحه، ولا يمكن إصلاحه، ما هو أصلا في حروبهم على غزة، ياما جنود تمردوا قالوا وين مودينا أنتم، مودينا نموت. لأنه الإنسان الإسرائيلي الآن ما عادش القديم. وهذا على فكرة دائما كل الدول هاي اللي بتشيخ وبتتحلل نتيجة أمراض بتدخلها، أنت بتقدر تكتشف من خلال نظرك في الشعب والإنسان الإسرائيلي والجندي الإسرائيلي واللي فوق هذا اللي قاعد بنجح وبيختاروه. هذول هم بدهم الآن فلسطين اللي أكبر منهم وأكبر من العالم كله. قديش القضية إلها كم سنة وبعدها قضية زي ما بيقولوا بالعامية بعدها طازة. كل القضايا صفيت في العالم هاي اللي ما حدا قادر ايش لانه احنا قلنا ما هي هذه ارض مباركة مقدسة، هذه لها وظيفة، ومن 1400 سنة القرآن في سورة الاسراء تحدث في الموضوع. واحنا بنذكركم بالثمن دروس اللي ذكرناها في تفسير فواتح الاسراء، ولا بد الناس الان يعودوها يسمعوا، والتاسع تحت عنوان وعد الاخرة تكتمل الصورة في التفسير حتى تعرفوا انه هي النبوءة القرآنية التي تتحدث من طب عندهم في التوراة او في العهد القديم. بدي بس اركز على ما ورد في سفر بسموه سفر دانيال، وعلى فكرة هذا دانيال من غير دانيال بالذات بلاحظ انه في التراث الاسلامي بيقولوا انه نبي، يعني موجود كلام قديم بيعترفوا بنبوته دانيال. طيب في سفر دانيال في الملك نبوخذ نصر، بتعرفوا ما هو نبوخذ نصر؟ اجى من العراق واحتل بلاد الشام بما في فلسطين، وسبى اليهود وكان دانيال من الناس المسبيين، سبى اليهود نبوخذ نصر. في يوم من الايام بيحلم نبوخذ نصر، واللي بيخليني اقول طبعا ممكن يكون الكلام صحيح، هو على كل حلم وفسر له يا دانيال، يعني مش وحي، حلم وفسر له يا دانيال. تمام؟ بس تفسير دانيال ممكن تكتشف مرات انه الكلام مقبول. ليش؟ شقيت منشوف حلم هو نبوخذ نصر
أو بكل مرات بخت نصر، طبعا اللي هو الكلدانيين، كلدانيين البابليين، والبابليين على فكرة في نوعين، بس احنا هذا البابليين أجوا متأخر اللي بسموهم كلدانيين. نبوخذ نصر كان ملك قوي طبعا، مش بس العراق وبلاد الشام، المهم بس هو بالدرجة الأولى العراق وبلاد الشام سلطته، وصار بينهم وبين والأشوريين قبلهم، هو أسقطوا دولة أشور، الأشوريين قبلهم برضو أجوا يتاحوا المنطقة. نبوخذ نصر طبعا هو 586 قبل الميلاد جاء في آخر غزوة له هون بعد تمرد اليهود، هو في كان من عادتهم على فكرة يجي يحتل ويخلي الملك تابع له، بس هذا الملك اللي كان موجود اسمه صدقية تمرد أكثر من مرة، في الأخير قال لكم بعدين معاه أجل مهم ودمر وقام وحطه سبا. طيب حلم هذا في الليل، لما طبعا احنا كنت بديش أقص لكم الحلم، المهم فأجا بعث وراء هذول المنجمين والسحرة وقال لهم أنا حلمت بدي تفسروا لي هذا موجود الكلام في سفر دانيال. قالوا له يخبرنا الملك شو حلم مشان نفسر له، قال لهم لا انتوا قولوا لي شو حلمت وفسروا ما دام هم منجمين، واذا ما بتعملوش بقتلكم، واذا بتقولوا يعني بغدق عليهم، انتوا امام حلين عاملين لحالهم عرافين. طب يعرفوا شو انا ذكي الزلمة، يعرفوا انا. لحد ما دلوا على دانيال، احنا قلنا دانيال بيعتبروه حتى بالتراث الاسلامي نبي، دانيال اجا وقال له انت يا ملك رأيت 1 2 3 4 5، خبروا شو رأى وبدأ يفسر له. وانما لما تقرأ انت التفسير وتأخذ زمن نبوخذ نصر ثم التفسير، انه انت يا ملك الرأس الذهبي ثم يأتي من بعدك ملك كذا ثم يأتي من بعدك ملك كذا، هذا لأنه رأى تمثال على فكرة، هذا التمثال مثلا له رأس ذهبي ثم إله صدر وإيدين كذا من فضة ثم إله كذا من حديد ثم السيقان فيه كذا مختلط حديد بخزف، إلى التفاصيل مش قضية. فصار يقول له أنت الملك الرأس الذهبي هذا، بعدك بتيجي دول كذا، بعدك بتيجي دول كذا، بعدك قال له أما الصخرة اللي شفتها أنت في المنام اللي قطعت من غير يد، يعني مش يد بشرية قطعتها وجاءت ودمرت هذا التمثال كله، لما تيجي تطلع طب ما هو هذا مكتوب قبل ما يجي الإسلام هذا الكلام مكتوب، وبذلك بتقول والله هذا ممكن يكون من الصحيح، من إشي الصحيح، وعلى كل هي تفسير رؤية. قال له هذه الصخرة التي يعني رأيتها قطعت من غير يد يقيم إله السماوات، أو الله يعني يقيم مملكة، يعني محل مملكتك تدوم إلى الأبد، فهمها؟ ولا يترك ملكها لأي شعب. ما هو في تفسيرهم هم مرات تجد بعضهم مترجم ولا يترك ملكها لشعب ولا يترك ملكها لأحد. طب إيش هي هاي المملكة اللي أقامها الله ويدوم ملكها للأبد، خصوصا في منطقة سيطرته، في منطقة سيطرته، هذه المنطقة هذه المملكة التي أقامها الله وتدوم إلى الأبد الإسلام، ولا يترك ملكها لأحد، يعني حتى لو أجا أحد أخذ منها ملك هذا، خلينا في إطار شو كانت سلطانه حدوده، لأنه عم بتكلم عن المملكة التي ستقام في مكانه محل سلطته، شو ما يفسروا يلفوا ودوروا سوف يجدوا أنفسهم إنه هذه مملكة يقيمها رب السماوات تكتسح كل هذا ويدوم ملكها إلى الأبد ولا يترك ملكها لأحد، إذا أحد أخذ اعتدى لا يترك، هذه أمة ما بتترك، يلا خرب بيتهم، مش دارسين التاريخ أمة؟ ما هو صلاح الدين الأيوبي حرر بعد قديش؟ بعد ما أوروبا كلها الصليبية
احتلت هذه البلاد 89 سنة، القدس يعني أقصد، وما طبعا كانوا محتلين بلاد إسلامية ثانية، وغلطتهم الصليبيين الغلطة الأولى إنه هم لو احتلوا بلاد إسلامية هم ثانية وما قربوش على القدس ممكن كان خلص كان مشيت، بس لما مسوا القدس فلسطين الأرض المقدسة المباركة والقدسية وظيفة والبركة وظيفة، هون كان غلطتهم الكبيرة. وغلطة هذول إيش؟ وغلطة هذول إيش؟ غلطتهم القدس وفلسطين، فلسطين الأرض المباركة المقدسة، لأنه مش بس هو مقدس المسجد الذي باركنا حوله، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. مقدسة شو يعني؟ مقدسة مطهرة، كلما لابسها دنس طهرت، هذا قانونها، كلما لابسها دنس طهرت هذه. طب والبركة؟ بركتها الخير الإلهي ثابت فيها، وهو قانون إلى يوم القيامة، لأنه من ضمن معنى البركة مش بس النماء في الاتجاه الإيجابي والثبات، ثبات البركة فيها كقانون، قدسيتها قانون وظيفة وبركتها. فهذه مين قال إنه أمثال هؤلاء المفسدين في الأرض هذه الأرض تلفظ ولا تلفظ كل فاسق ولا يعمر فيها ظالم؟ ممكن ينوجد ممكن الدنس لابسها ممكن، ولكنها مقدسة. شو يعني مطهرة؟ كلما لابسها دنس طهرت. وإذا أجيال تقاعست الله سبحانه وتعالى يستبدل غيرهم ويحقق إرادته عن طريق ناس بيعرفوا واجبهم. طيب الآن مش نفوق بدنا نستفيد شو هم يعني قالوا في ما اليوم الإعلام تحدث لكم عن المهزلة وعن الكلام اللي قالوا بين بعضهم، الصفقة اللي صفقوها مع بعض مش هيك؟ وعلى كل نتنياهو يا ترامب إذا قصدكم أنتوا يعني تخلصوا من السجن يعني من غض الطرف شوية ولأنه ما فيش حدا أصلا بتجرأ إنه يوافقكم على هالكلام، اللي بتجرأ على فكرة إن الأمة تجتث لعله يكون هذا لو صحيح بصير عند بعضهم يحاول يتجرأ بيكون هذا هو يعني النار المطلوب الآن مشان أيوة، وهم بيعرفوا على فكرة هو إسرائيل يعني من 67 لليوم شو اللي مانعها يعني كان تيجي لو صحيح لهم مطالب في الأقصى تأخذ الأقصى وتقول بالقدس؟ لا هي فاهمة شو القصة، هي فاهمة شو القصة. وأصلا رئيس الوزراء جولدا ماير لما اعتدي على الأقصى، لما اعتدي على الأقصى في حرق، هي كانت جولدا ماير وقت رئيس الوزراء، شو قالت؟ قالت إنه يعني أسوأ يوم مر عليها في حياتها من خوفها نتيجة الحدث هذا. لكن مرات تجدوا فيهم ناس، وعلى فكرة هذول بيضغطوا يعني الآن خصوصا المتدينين، والعجيب في المتدينين الحريديم وهذول وغيره، هذول بدهم يعيشوا في هالدولة منغنغين وما يتحملوش أعباء وما يدخلوش جيش، ولذلك هم مستعدين يصوتوا دائما وهم اللي بيخلفوا على فكرة، تجد ورا الواحد 12 و13 و14 ولا باقي الإسرائيليين العلمانيين ايش بخلفهم؟ فمين اللي بيرفدهم الآن بالناس طب وهذول خربتهم مش يتجندوا يعني بيرفدوا بالأبناء وبدهم مش يتجندوا وبيضغطوا، ودائما هم بيكونوا زي ما تقول اللي بيوازنوا بين الأحزاب الكبيرة بأصواتهم، اللي بيبيع مين 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 بعته فيش مبدئية في الموضوع بشكل عام، بيبيعوا وبيشتروا. طيب الآن
إيه راح تشوفوا انه مسألة هاي بس جيد هو لابد ان يكون ردة فعل طبيعي ورفض ورفض قاطع وبشكل كمان يظهر فيه للعدو انه انت يعني عم تتصرف بطريقة انت بتهين اصلا. هذه اهانة عفوا كمان, هذه اهانة, اهانة خصوص. فبدنا نشوف هذول اللي اجتمعوا العرب شو يعني شو ردوا الصفعة بايش, ما هاي اهانة. ايش قاعد بتقول لي انت تتكلم قاعد بطريقة بهذه الطريقة في 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 البلد المقدس والارض المقدسة وبتتكلم بهذا. طب شو عملوا هم الجواسيس والطغاة اللي على العروش؟ هذا ايضا فضيحة لهم. ومش قلت لكم بين درس ودرس لازم تشوفوا لهم فضايح جديدة حصل ولا ما حصلش من الدرس الماضي لليوم؟ ها هذا لذلك رح يأثر عليهم كثير. هذا هم مش قادرين يوقفوا موقف الحازم, وهو اصلا لو كانت لهم مواقف ما بيجرأ لا نتنياهو ولا ترامب انهم يلعبوا هاللعبة. وامريكا لعلمكم هي ما هي صار في دول عظمى الان تنافسها وبدأت تشعر انها هي غير قادرة وانها بتنكمش, ولذلك هي بالعكس هي محتاجة الان الى العالم العربي والاسلامي اكثر من اي وقت ثاني محتاجة. وهذا من اسباب على فكرة. والاوروبا اوروبا نفس الشيء, اوروبا نفس الشيء. ها هدول بدهم يشوفوا العين الحمراء. اذا شافوا العين الحمراء بتعاملوا بطريقة مختلفة تماما. اما هم طيب هيهم اهانوا الامة بكاملها بهالطرح السخيف هذا. طيب شو عملتوا انتوا يا زعماء؟ ولذلك الناس كلها فهمانة. تصور لما انت هذه الزعماء اللي على العروش الان ينفضحوا بهذه الطريقة, ينفضحوا بهذه الطريقة كيف شو بعمل؟ طيب في زماناته سلمان وابنه دير بالك قال يعني هو ما بعثش سفير سلمان وابنه. السفارة من وين؟ من تبع الامارات. ما هذا تبع الامارات تورط خلاص. والوكحة لما خلاص الوكحة لما سمعتها كذا شو بدها تعمل؟ بتقول لك خلصنا. فهذا تبع الامارات ما هو انفضح والناس كلها اصلا والمسلمين كلهم بيعتبروه عدو للأمة وبنتظروا وقته. وتبع البحرين هذا ما هو هذا شو بيقولوا له؟ شو بيقول له ابن سلمان؟ خلص ماشي مش على تبع البحرين هذا ما هو كان في الأردن في يوم الأيام. بلاش أحكي لكم قصصه, هو شاب يعني يدرس في الأردن, درس في الأردن, قالوا أجا يعني برضو يعلموا عسكري في الزرقاء. مش قضية مش وقته مش يعني احنا بدنا نخوض في فضائحهم هذول. طيب ما هو هذا كله له أساس, اللي بتشوفوه كله أساس. وتبع عمان يعني خرب بيتك ما لحقتش تصير سلطان. لا اما هو السلطان اللي قبله ما وصى الا وعارف مين بيوصيك يعني, هو بالكم مش عارف السلطان. ولذلك انا في درس من دروس لما ذكرت انه 50 سنة وما حكيتش عن الرجل بالمرة, ما ذميت ولا مدحت. بعض الناس تضايق انه هذا منيح الزلمة ومنيح الزلمة. هاي الوريث يا اخوي بعت سفير يحضر معناته تحت الاوامر. طب لهذا طب ابن سلمان ليش ما بعت؟ لا ابن سلمان ما هو اصلا سبقها بايام وهو يقول لك بيزورون ويزورونا ويجوا ما بشيك ويفتح لهم الباب ولكن ابن سلمان وابوه طب ما هم قالوا لا في البداية ايام ما نجح ترامب اللي كان يسب المسلمين في دعايته الانتخابية, مع ذلك كانوا قادرين يجمعوا له ايش اكثر من 50 دولة اسلامية. جمعوهم ولا ما جمعوهمش؟ اكثر من 50 دولة اسلامية جمعوهم. طب يجمع اشوف الان يجمع. شفتوا قديش افرقت؟ الان يجمع. الان سقطوا انتهى. مكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا المسألة مبشرة وبالعكس. شو يعني بالعكس؟ الناس اصبحت اليوم على قناعة كل الناس. اذا ليش اسرائيل موجودة؟ هيك بصيروا الناس الان. والعالم كله ممكن يسمع لك, اقصد الشعوب.
أما قضية الحكومات فقديش أنت بتكون عينك حمراء. اللغة اللي بيفهموها هدول الناس كلهم أي لغة بيفهموها، إذا بشوفوك أنت قد حالك، وإذا حتى وإذا هذول الجواسيس اللي على العروش مش قايمين بالواجب، بس الشعوب، الشعوب تقدر على فكرة، هم بيرصدوا برصدوا بشوفوا وين اتجاه الشعوب، برصدوا بخافوا، فانتبهوا. فهذه مسألة لابد طبعا انها الناس تتابع هذا الموضوع وتصير تفكر. واخطر شيء بواجه اسرائيل الان انه خلاص بتصير الناس عندها قناعة انه فعلا اسرائيل ليش موجودة. واكثر من يشك الان الغرب، وانتم بتذكروا الناطقة الصحفية اللي ماتت، هاي كانت في التسعينات ماتت، الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض لما أعلنت بصراحة شو قالت، أي هي إسرائيل ليش موجودة، هيك قالت، مش قالت أعطوا الفلسطينيين حقوقهم، قالت أي إسرائيل ليش موجودة. طبعا لأنه صرحت تصريح فاقع، يعني يا فلانة ما احنا بينا وبين بعضنا بنتكلم فهمنا وإلنا سياسات، ودائما احنا في إلنا طرق في الابتزاز هون وهون 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 وهون، واحنا فاهمين انه اسرائيل هاي ليش بتحكي انت بصراحة. قالوا لها استقيلي، فاستقالت. ما انت ناطقة صحفية باسم البيت الابيض. كيري مش كانوا يجي هذا اللي كان مترشح، جون كيري كان مترشح للرئاسة وبعدين صار يكون مبعوث واجع على المنطقة تمام، ويجي على اسرائيل وكذا، وكيري بعدين في يوم من الايام لما سربوا له قاعدة من قاعداته كيري، صوت تسريب، بتهزب اسرائيل. فما يخدعكم مش هالاشياء، الفقاعات هاي اللي في لها اغراض واهداف تمام. المهم شو موقف الشعب الفلسطيني وشو موقف الشعوب العربية والإسلامية، هذا هو، ولا بهمنا ملوك ولا بهمنا زعمات ولا غيره تمام. ايش موقف الشعوب وما بيقدروا، وهذه قضية مقدسة، ومن اول يوم تحدث فيها القرآن، لانه سيكون لها انعكاسات هائلة على البشرية كلها. هذه الارض التي بارك الله فيها مش للمسلمين، للعالمين، وما يحصل فيها من احداث دائما ينتهي صح ومش هيك، وبتعم بركة العالم. وتوكلنا انه لما هزموا الصليبيين في البلاد هون، لما اجونا همج وقتل وفاسدين وفيش علم، لما اجونا في الحروب الصليبية اوروبا كلها، رجعوا بعد 200 سنة. ادرس انت وين تبدت النهضة الاوروبية العلمية لحد الان، النهضة العلمية بدت بعد ما رجعوا بعد ما اختلطوا بالمسلمين 200 سنة سلم وحرب، رجعوا متغيرين في مفاهيمهم وعلومهم وتفاصيل. ادرس بتجد لما انهزموا هون بدت النهضة هناك. هذه الارض التي باركنا فيها ونجيناه ولوطا عن ابراهيم عليه السلام الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، مبارك فيها للبشرية، هي بدها تترك لفاسدين؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو اللي على فكرة يا شام. وإذا قيل في الأحاديث الشريفة شام بالدرجة الأولى الشام المقدس، ثم الأرض المباركة، لأنه احنا قلنا من النهر إلى البحر خصوصا شرق وغرب، شمال وجنوب هاي مش موضوعنا، الهضبة شرق وغرب هذه الأرض المقدسة المباركة، وأما المباركة فهي من النيل إلى الفرات، يعني ما يسمى بلاد الشام، ما يسمى بلاد الشام. بس في الأحاديث الشريفة مثلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه الشام أرض المحشر والمنشر، في حديث آخر ذكر إنه بيت المقدس أرض المحشر والمنشر، لأن هي كان يسموها الشام الجنوبي المقدس، الشام الجنوبي المقدس. فأكثر ما تذكر الأحاديث تقصد أولا ثم تقصد الباقي. أولا فلما الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة وإذا به يقول يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام،
الصحابة قالوا بما ذلك يا رسول الله، بما ذلك؟ شو يعني، شو أساس؟ ليش طوبى له؟ ها شو قال؟ قال تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام، ولذلك عكر دار المسلمين الشام. وإذا فسد أهل الشام، مخاطب الآن الأمة الإسلامية، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، في الأمة كلها يبقى الخير هون. ولذلك في القضية لا يضرهم من خذلهم، ديروا بالكم هذا التعبير اللي ورد في أكثر من حديث، لا يضرهم من خذلهم، كان بيقصد بالدرجة الأولى أهل هذه البلاد منصورين. والنصر على فكرة شو هو؟ النصر شو هو؟ ما انتوا عم بتشوفوا الآن التغيرات اللي عم بتصير في العالم كله، انتوا اللي عم تنتصروا، انتوا اللي عم تنتصروا. لكن بعض الناس يقول لك واحنا بنستنى العالم، ليش؟ ما انت اصلا هدفك العالم كمسلم، وانت اللي بدك تشع كمان، وموقفك هو اللي بده يعلم الشعوب، وياما بتاخذ شعوب منك. وبالتالي لاحظوا، اذا واحنا ياما قلنا احاديث من ضمنها، ديروا بالكم، ها من ضمنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا نور ساطع عمد به إلى الشام. هون هون هون، ألا إن الإيمان إذا ظهرت الفتن في الشام. هون الإيمان عندكم، إيه عندكم الإيمان قد ما تهتز معنويات اي شعوب كانت. الاصل انتوا تعطوا المعنويات لشعوب الارض كلها وللمسلمين في كل مكان. وبنظروا، والمسلمين على فكره واثقين بالشعب الفلسطيني، واثقين فيه، مجربينه وعارفين انه بتنازلش، وعارفين انه كل الضغوطات اللي مورست وكل المحاولات كلها باءت بالفشل في تجربه سابقه طويله الامد. وبعدين اليوم صار في ثقافة ووعي، واليوم على فكرة المسلمين كمان ممتدين في العالم، وكلهم مستعدين يوقفوا معك، تمام. ولذلك أهم كل التركيز على الموقف هنا الآن، هون. وهذول ما بخوفوش، هذول هم اللي خايفين. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، وسبق شرحتها، سبق شرحت هذا الكلام. أنت لما تنظر لهم من برا بتظن انهم جماعة ثابتين، هم خايفين، هاي معنى الآية، تمام. انت بتظن انهم ثابتين، لا. لذلك جيد انه نكشف حقيقة ما يحصل عندهم، شو بقولوا هم اصلا، شو بقولوا، وشو استقبلوا نتنياهو اصلا كثير من مفكرينهم، شو. واحنا سبق قلت لكم بيرس، وهذه بدأ من ضمن الاشياء اللي ذكرناها، بس انا بكرر لانه الوقت لابد، لانه انا في ناس كان قال لك بيحزن هيك وبيأس، ايش تيأس من ايش؟ ما هي اصلا مفهومه. اقول لكم طيب، شو قلنا احنا الان بالنسبه ل بيرس؟ مش اجى هون بوش وعمل فقاعه؟ بوش ذاك اللي امه قالت عنه اهبل، اثريته على رأس الدول العظمى ممكن يصيروا هبلان ومجانين، قالت عنه غبي، ما قالت شهبل، والله بجوز قالت أهبل بس أنا بترجمش مضبوط. فالمهم أمه، طيب شو بقول؟ أجا قال هون في 2008 مشان يهني إسرائيل بستين سنة قادمة، ومين كان وقتها رئيس الدولة مش رئيس الوزراء؟ بيرس، يعني هذا الرجل الثعلب، ثعلب إسرائيل اللي من أول ما قامت هو كان بشيك. طيب بعد ما خلص وهنأهم في الكنيسة بستين سنة قادمة، لأنه كان ستين ماضية 2008، فهنأهم بستين سنة قادمة، فقالوا لبيرس بعد، قال لهم شو؟ قال لهم ماذا إذا بتظل 10 سنين؟ مين اللي بيقول؟ بيرس. يعني قال لهم تستبشروش كثير يلي مش فاهمين، يعني يلي بتظلكم على سياستكم اللي انتوا عليها هذا اذا بتظل 10 سنين. طبعا هو بكونش قاصد العشرة، انما يعني
إذا بدهمك عقد من الزمان إيش بتقولوا لي؟ إذا كان رئيس الوزراء وهذا وقتها المرحوم المسيري هو اللي عقب على، والغريب إنه إعلامنا ما حكاش في الموضوع، يعني إعلام العرب والمسلمين ما حكاش كلام بارز، لقطها المسيري اللي كاتب الموسوعة اليهودية بغض النظر عن تقييمنا الموسوعة. هو اللي عقب في، كان وقتها حي الرجل رحمه الله، فعقب على تصريح بارز هذا. إذا رئيس الدولة مش مستيقن، مش زي انت بدك تعطينا دولة وبتقسم زي ما بدك، قالوا ايش؟ قالوا كن جعلوا، لاحظوها، كن رسموا في الخرائط مثلا مزارع شبعة، كن حطوا قال هيك خط انه هذا حدود اسرائيل، يلا خربتكم يعني بدكم كمان تظل هالامور. طيب وفي الجولان كن حطوا برضو خط ايش؟ اسود غير متقطع، وكن اجوا على الحدود اللبنانية في مكان معين عملوا خط متقطع. ايش؟ طب ما هي لبنان بتقول لبنان ان احنا خط، ان خط دولي، خطنا حدودنا معروفة دوليا، يعني ليش بتحطها مقطع؟ مشان يقول للبنانيين انتوا لازم تشتركوا معنا في الموضوع، ولا هي الخط مقطع؟ طب منيح لما يكونوا اغبياء وبيستنفروا كل الناس ضدهم، ممتاز، خلي على القليل هاللبنانيين يوقفوا برضو موقف رجولي، يعرفوا انه عند خط معين حط لهم مقطع، يعني انه هاي الحدود الساعة بدنا نتفق عليها مع اللبنانيين. طب منيح. طب ما هي لو تخوض اسرائيل مع لبنان حرب بشكل عام، الان اللبنانيين بشكل عام، الان على فكره بشكل عام هي اسرائيل بتاكل هوا، خلصونا. هذا روحت ايام زمان. هيها شعوب مقاتله بتقاتل دول عظمى. عمركم شفتوا مقاتلين السماء مكشوفه والطائرات كذا الاخير هو بيقاتلوا دول عظمى؟ شو بدهم يعملوا هذول اليهود بكره؟ يخرب بيتهم ما اتيسهم. لكن شو كانوا يقولوا هيك زمان؟ لما قالوا يقولوا عمي البصر، اذا ايش؟ اذا وقع القدر عمي البصر، اما عمي فالله سبحانه وتعالى يقول ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. افهموها، ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. سبق قلناها باختصار ووجه سريع حتى تعرفوا ايش اللي بصير الان. هو انت موجود نفرض في صحراء ما فيش الها اي معالم، اذا بتلاحظ هذه كانوا يقولوا مثلا الارض عمهاء. ايش عمهاء؟ يعني فيش الها اي علامات اللي استدل منها وين اروح وين اجي. فشو بيعمل الانسان؟ بوقف متحير متردد، من هون الطريق ولا من هون، من هون الطريق ولا من هون، لا يهتدي سبيله. هذا العمه وجمعها عمه. واكثر ما وردت في القرآن الكريم، اكثر ما وردت في القرآن الكريم تقريبا 5 مرات، في طغيانهم يعمهون 5 مرات في طغيانهم، ومرة لفي سكرتهم يعمهون. هم سكرانين، هم سكرانين بهذا. ترامب مستعد يتراجع في اي لحظة. كلام، هم مش مجربينه، يا ما تراجع بين صبح ومساء. طيب هو ببيعهم بكرة، المهم هو برضه هلكت اثنين بدهم مشان ما يدخلوش السجن. طيب لاحظوا، وهاي ان الذي، شوفها طغيان، ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم، يعني بيشوفوا اعمالهم تمام. شوفوا هاي الصفقة، العالم كله شايف انه هذا كلام تافه، هم شايفينه بجوز حلو. زينا لهم فهم يعمهون. ايش يعمهون؟ لا يمكن ان يهتدوا السبيل الحقيقي، لانهم في حالة تردد وحيرة، مش شايفين معالم، ما فيش امامهم وضوح في الرؤية. ولذلك ياما مفكرين اسرائيليين كانوا يقولون لهم ولكم اداركوا انفسكم قبل ما توقع الفاس في الراس، حذروهم مفكريهم هم وين رايحين. زينا لهم اعمالهم فهم ايش؟ طيب ذلكم، آية ثانية الان، ذلكم هذا الكلام اللي سبق فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الكلام اللي تيجي الآية هاي بعدها ايش بتقول؟ ذلكم
و معناته مش ذلكم بأن حتى يكون لها علاقة بالماضي، لا هي إضافة، يضاف كلام ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، موهن كيد الكافرين، موهن كيد الكافرين، ثلاث قراءات مش هيك يا شيخ؟ ثلاث قراءات. إذن موهن شوفوا الله موهن كيد الكافرين، موهن كيد الكافرين، موهن كيد الكافرين. شو يعني؟ يعني كيدهم وشو بيحبكوا وشو بتآمروا يضعفوا، خصوصا لما يكون في حق وباطل، بقوي الحق يوهن الباطل، كيدهم الكيد بيضعفوا شيء فشيء شيء فشيء فشيء، بعدين بعينهم بيشوفوا انهم كانوا غلطانين لانهم مزين لهم اول، ثم كيدهم قد ما يكون محبوك. ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين، موهن كيدهم يضعفوا، خصوصا في مواجهة ايش؟ الحق. هاي ارض مقدسة مباركة، هاي اللي بده يكون فيها الدروس، هاي اللي راح يحسم فيها الامر صح، وبعدها راح ترى العالم كله ينظر الى الاسلام، يقول انه ليش هذول الناس بالذات المسلمين من دون شعوب الارض لم يتأثروا بفساد الصهيونية ولم يخضعوا، لانه الصهيونية كل شعوب العالم وزعمائها اذا بتلاحظوا كانوا ايش؟ ينافقوا ويتعاطوا مع هون. بقول لك شو هذول الناس؟ ايش هذول الناس؟ الاسلام قادم من خلال هذه الارض، وكيف سيحسم الصراع فيها؟ انتهى الوقت، زمان كمان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.